هل السائل طبيعة الشيخ يقول في حديث ابن عباس في قوله احفظ الله يحفظك، كيف يحفظ العبد ربه؟ نعم، يحفظ العبد الله جل وعلا بأن يحفظ طاعته بامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه، هذا هو حفظ الله. حفظ الله حفظ شريعته، حفظ طاعته بأن لا يخالف أوامر الله ولا يترك ما أوجب الله عليه، وحافظ على دينه. فحفظ الله هو المحافظة على الدين، ومن حافظ على دينه وحافظ على طاعة الله فإن الله يحفظه من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. الله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم.